التوجيهات الرئاسية باستكمال مستهدفات مشروع مستقبل مصر لتعزيز منظومة التصنيع الزراعي وزيادة نسبة الأراضي الزراعية. مدبولي يؤكد حرص الحكومة على توفير السلع الغذائية قبل حلول شهر رمضان بالكميات المطلوبة وبأسعار مناسبة للمواطنين. وروسيا تعلن مقتل مرتزقة أجانب بضربات في أوكرانيا وتعلن عن محادثات مع كييف غدا 9 مساء بتوقيت القاهرة 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر أرداب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة. توجيه جاء خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين. وفي اجتماع آخر وجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر، بما يعزز من استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ولواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ولواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية، وقد تم عرض الموقف التنفيذي الخاص ببعض المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح مع قرب موسم الحصاد المحلي وجهود زيادة إنتاجيته في إطار سياسة الدولة بالتوسع الأفقي في الأراضي الزراعية والتوسع الرأسي في جودة القمح وكميته باستخدام أفضل أنواع البذور ووسائل الري الحديث والميكنة الزراعية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التي ستضعها الجهات المختصة. كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمحطات زراعة قصب السكر في كومومبو ووادي الصعيدة بما فيها المعدات والآلات الزراعية ونظم الري، فضلاً عن الأسمدة والبذور المستخدمة في هذا الصدد. أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً عرض الموقف الخاص بتنمية قطاع الثروة السمكية خاصة من خلال إنشاء مصانع الأعلاف السمكية وكذا تطوير البحيرات على مستوى الجمهورية، لا سيما بحيرات السد العالي والبردويل والبرولوس والمنزلة، وذلك بعمليات التطهير والتكريك وإزالة التعديات ورفع كفاءة البواغيز لتحسين جوانبها البيئية وزيادة إنتاجيتها وتطوير المفرخات بها. وقد وجه السيد الرئيس بتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لإنشاء المفرخات السمكية على أعلى مستوى، وذلك لتزويد البحيرات بالزريعة السمكية المطلوبة للإنتاج مع منع عملية الصيد الجائر بهدف المساهمة في تعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية وتعظيم المخزون السمكي في مصر. كما اطلع السيد الرئيس على جهود تنمية الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية خاصة من خلال المشروع القومي للبتلو وتطوير مراكز تجميع الألبان إلى جانب تحسين السلالات وكذا توفير الرعاية البيطرية المتقدمة عن طريق القوافل البيطرية العلاجية المجانية، حيث تم مؤخراً تنظيم أكثر من 1000 قافلة على مستوى قرى الجمهورية لعلاج وفحص الثروة الحيوانية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالتوسع في توفير سلالات الأبقار ذات الإنتاجية العالية من اللحوم والألبان لما لها من مردود اقتصادي مباشر لصالح المربين، بالإضافة إلى مساهمتها في دعم إنتاج اللحوم والألبان للسوق المحلي وتعزيز الصناعات الغذائية ذات الصلة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد السيد القصير
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ولواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع مستقبل مصر. الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع مستقبل مصر من كافة الجوانب، خاصة ما تم إنجازه من مساحات منزرعة وموقف إمدادات المياه والطاقة الكهربائية وكل ما يتعلق بالبنية الأساسية للمشروع. وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات هذا المشروع الاستراتيجي في مجال الزراعة والغذاء بما يساهم في توفير الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة، ويعطي دفعة قوية للمنظومة الوطنية للتصنيع الزراعي، ويعزز من استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للجمهورية، خاصة أنه يقع ضمن المشروع الزراعي العملاق الدلتا الجديدة. كما تابع السيد الرئيس تفاصيل سير العمل بمكونات البنية الأساسية والموقف التنفيذي لعدد آخر من المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية، خاصة في محافظتي بني سويف والمنيا، والتي ستمثل بدورها قيمة مضافة لسوق الغذاء المصري. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على حرص الحكومة على توفير السلع الغذائية بالمنافذ المختلفة التابعة للدولة، وكذلك السلاسل التجارية المختلفة والمعارض، وذلك قبيل حلول شهر رمضان المعظم، وبالكميات المطلوبة وبأسعار أيضا مناسبة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الأسواق. وخلال اجتماعه مع وزير التموين لمتابعة موقف الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية والترتيبات الجارية لتوفير السلع بالمحافظات استعدادا لشهر رمضان المعظم، أشار مدبولي إلى استعدادات إقامة معارض أهل رمضان بالقاهرة الكبرى والمحافظات، والتي تسهم بقدر كبير في تلبية متطلبات المواطنين من مختلف السلع ومستلزمات وتخفيف الأعباء المادية عن شرائح كبيرة. أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على مكانة الكويت الخاصة في قلوب المصريين، مشيرا إلى أن العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين راسخة وتاريخية. وقد جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي أكد تقدير الكويت للدور المصري البناء في القضايا العربية والرغبة الكويتية في دعم هذا الدور على جميع المستويات. كما التقى رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الذي شدد على ضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 393 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة ومصرع عنصرين بنطاق 22 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل، وضبط معهم 186 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 54 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.
وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 751 قطعة سلاح ناري، أبرزها 92 بندقية، 76 بندقية آلية، 44 مسدس، 539 فرد محلي، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، إضافة ل 1192 قطعة سلاح أبيض. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 469,968 حكماً قضائياً بإجمالي 33,896 محكوماً عليهم، من بينهم 1,742 حكم جناية و167,902 حكم حبس و235,703 حكم غرامة و64,621 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 14 تشكيلاً عصابياً ضموا 57 متهماً، قاموا بارتكاب 64 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 47 حادث ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 66 متهماً، كما تم إعادة 9 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1,328 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1,468 متهماً، وبحوزتهم قرابة 345 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وأكثر من 13 طن و 668 كيلو من نبات البنجو المخدر، وكمية من مخدر الهيروين وزنت قرابة 29 كيلوغرام، إضافة إلى ما يقرب من 16.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 16,390 قرص مؤثر و 39,101 قرص ترامادول مخدر، وضبط 6 مراكز لعلاج الإدمان. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 232 مليون جنيه، كما تم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها قرابة 20 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. قالت روسيا إنها هاجمت منشأة يافوريف للتدريب في غرب أوكرانيا، وأشارت إلى أن الضربة قد قتلت ما يصل إلى 180 من المرتزقة الأجانب ودمرت كمية كبيرة من الأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا من دول أخرى. وقد أضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أنه تم استخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى لضرب يابوريف ومنشأة منفصلة في قرية ستاريتشي، مؤكدا أن قاعدتين تستخدمان للتدريب وتخزين الأسلحة، لافتا أيضا إلى أن بلاده سوف تواصل من هجماتها على المرتزقة الأجانب. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن المحادثات الروسية الأوكرانية ليست جارية الآن لكنها مقررة غدا الاثنين. تعليق بيسكوف جاء في أعقاب ما أفاد به مستشار بالرئاسة الأوكرانية أن كييف وموسكو تجريان محادثات اليوم. وفي سياق متصل قاد عضو الوفد الروسي المفاوض مع أوكرانيا يونيد سيرتشيتكي أن الوفدين أحرزا تقدما مهما، مشيرا إلى إمكانية التوصل قريبا إلى مشاريع اتفاق.
أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مواصلة بلاده العمل على تعزيز قدرات أوكرانيا للدفاع عن نفسها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حيث أكد جونسون أن لندن ستعمل مع شركائها لمساعدة أوكرانيا ضد الهجوم الروسي. بدوره قال زيلينسكي أنه بحث مع جونسون الهجمات الروسية على المدنيين. قالت إرينا فيريشوك نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إنه تم إجلاء أكثر من 140 ألف مدني من مناطق العمليات في البلاد. أضافت فيريشوك أن قافلة إغاثة إنسانية قد أخفقت مرة أخرى في الوصول إلى مدينة ماريوبول الساحلية بسبب القصف الروسي، كما أشارت إلى توقف القافلة في مدينة بريندسك التي تسيطر عليها القوات الروسية، مؤكدة أن القافلة ستحاول غدا ومن جديد الوصول إلى ماريوبول. قال وزير الخارجية الأوكرانية ديمترو كوليبا إنه لا يتوقع دفاع حلف الناتو عن أوكرانيا في حالة إطلاق روسيا هجمات بأسلحة كيماوية داخل البلاد. وخلال تصريحات صحفية أضاف كوليبا أن بلاده ليست على دراية بأي تفاصيل متعلقة بأي هجوم كيماوي روسي محتمل في أوكرانيا، ولكنها لا تستثني هذا الأمر. هذا وقد حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانس ستولتنبرغ من استخدام روسيا لأسلحة كيماوية في أوكرانيا. وأشار ستولتنبرغ إلى أن الحلف يستعد لبدء تدريبات دفاعية كبيرة في النرويج لاختبار قدراتهم على مساعدة الدول الشريكة وجعل الجيوش الغربية أكثر صلابة في القتال برا وبحرا وجوا. هذا ويشارك في المناورات نحو 30 ألف عسكري و200 طائرة ونحو 50 بارجة من 27 دولة. قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن حلف شمال الأطلسي سوف يفعل المادة الخامسة وسوف يدفع بقوته الكاملة للرد على حال أطلقت روسيا رصاصة على أرض تابعة للحلف. قال سوليفان إن استخدام روسيا لأسلحة دمار شامل في أوكرانيا سيكون خطا أحمر إضافيا ستتجاوزه موسكو في التعدي على القانون الدولي، لافتا إلى أن موسكو تتشاور مع الحلفاء وتتواصل مباشرة مع روسيا لتحذرها من استخدام الأسلحة الكيماوية. وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي أن توسع روسيا في الهجمات لتشمل أهدافا أوكرانية جديدة قرب حدود بولندا يعكس إحباطها المتزايد بشأن وتيرة عملياتها العسكرية، كما حذر من عواقب أي تحركات من جانب الصين أو غيرها لتوفير شريان حياة لروسيا أو مساعدتها في التهرب من العقوبات الغربية. We'll be right back.
دعت منظمة الصحة العالمية ووكالتان أخريتان تابعتان للأمم المتحدة إلى وقف فوري للهجمات على مرافق الرعاية الصحية في أوكرانيا، قائلة إن هذه الهجمات تقتل وتصيب المرضى والعاملين وتحرم الآلاف من الرعاية الصحية. وفي بيان مشترك دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم والمديران التنفيذيان لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان دعوا إلى حماية مرافق الرعاية الصحية من كل أشكال العنف. وأشار البيان المشترك إلى أن الهجمات على مرافق وخدمات الرعاية الصحية منذ بداية الأزمة الأوكرانية أدت إلى سقوط ما لا يقل عن 12 قتيلا و34 مصابا، وأثرت على تقديم الخدمات الصحية. أكد منسق الأمم المتحدة الخاص بالأزمة الأوكرانية أمين عوض أن المنظمة الدولية تسعى إلى التوصل لاتفاق مع طرفي الصراع لفتح ممرات إنسانية لتسليم المساعدات الضرورية للمحتاجين في أوكرانيا. وقال المسؤول الأممي إن أكثر الاحتياجات الإنسانية إلحاحا توجد في مدينة ماريوبول المحاصرة جنوب شرقي أوكرانيا، والتي سوف تكون واحدة من أصعب مناطق وصول قوافل المساعدات. وكانت السلطات في ماريوبول قد أكدت في وقت سابق أن المدينة لا يوجد بها دواء أو تدفئة أو نظام مياه. قالت وزارة الطاقة الذرية الأوكرانية إن الكهرباء قد عادت إلى محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، بما يعني أن أنظمة التبريد سوف تعمل وبشكل طبيعي ولن تضطر إلى استخدام طاقة احتياطية. كانت أوكرانيا قد حذرت في وقت سابق من زيادة خطر حدوث تسرب إشعاعي من المحطة في حال لم يجري إصلاح خط الكهرباء على الجهد بها، والذي تضرر بفعل العمليات العسكرية. قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الروسية تحاول محاصرة القوات الأوكرانية في شرق البلاد أثناء تقدمها من اتجاه خاركيف في الشمال وماريوبول في الجنوب. أضافت الدفاع البريطانية أن القوات الروسية التي تتقدم من شبه جزيرة القرم تحاول الالتفاف على ميكولايف وأوديسا. اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف مع تطور العمليات العسكرية في أوكرانيا. ففي وقت أكدت مصادر حكومية أوكرانية أن القوات الروسية تواصل تمركزها على مداخل العاصمة كييف، كما أطبقت حصارها على مدينة ماريوبول، ألقت موسكو باللائمة على كييف واتهمتها بزرع ألغام في المناطق السكنية وتدمير البنية التحتية، بما أعاق مسارات الممرات الآمنة والمساعدات. حصار المدن الأوكرانية ألقى بظلال قاتمة على خطة الدعم الإنساني، حيث عرقلت قوافل المساعدات إلى حد كبير. وأكدت منظمات إنسانية أن الوضع في ماريوبول صار مأساويا مع افتقار السكان للطعام، إضافة إلى الحرمان من الماء والغاز والكهرباء والاتصالات. وإلى الجنوب الأوكراني، حيث لا تزال مدينة أوديسا تستعد لهجوم القوات الروسية التي تركز هجومها حاليا على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الشرق في مدينة ميكولايف. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صرح بأن نحو 1300 من جنوده قتلوا في أول إحصاء رسمي للسلطات الأوكرانية منذ بدء الهجوم. ومن جهتها أعلنت روسيا مطلع الشهر الجاري أن 498 من جنودها قتلوا، هذا وقد ارتفع قتل المدنيين إلى نحو 600 بحسب حصيلة قدمتها الأمم المتحدة. على الصعيد الدبلوماسي، تتواصل الاجتماعات الأممية هذا الأسبوع في محاولة للوصول لحل للأزمة الأوكرانية. We'll be right back.
أعلن البيت الأبيض أن وفدا أمريكيا برئاسة مستشار الأمن القومي جيك ساليفان سوف يلتقي بوفد صيني في العاصمة الإيطالية روما، وذلك لبحث الأزمة الأوكرانية. قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إيميلي هورن أن ساليفان سيلتقي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية يان جيتشي. وأشارت إلى أن اللقاء يأتي في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين لمناقشة الجهود الجارية لإدارة المنافسة بين البلدين ومناقشة تأثير الأزمة الأوكرانية على الأمن الإقليمي والعالمي. خفضت وكالة فيتش للتصنيم الائتماني تصنيف ديون 28 مجموعة روسية لاستغلال الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن هذه الشركات قد تتخلف عن سداد ديونها. كانت وكالة موديز قد خفضت تصنيفي غاز بروم ولوك آيل إلى مستوى يشير إلى مخاطر عالية للغاية، وذلك لجهة عدم السداد. تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا امتدت إلى التجارة والاقتصاد، خاصة مع فرض مزيد من العقوبات على موسكو. وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف ديون 28 مجموعة روسية لاستغلال الموارد الطبيعية، وقدرت أن التخلف عن السداد من نوع ما يبدو محتملاً. كما خفضت فيتش تصنيف عملاق الغاز غاز بروم وشركة النفط لوك أويل وشركات للتعدين، معتبرة أن التفويض الذي منحته الحكومة الروسية لسداد الديون بالروبل تجاه البلدان المدرجة على قائمة الدول المعادية يمكن أن يضر بقدرة هذه الشركات على الدفع لدائنيها في المواعيد المحددة. وتعد الخطوة الروسية جزءا من حزمة إجراءات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لمحاولة الحد من هبوط الروبل الذي فقد نصف قيمته منذ يناير الماضي. وفي مطلع مارس أدرجت ثلاث وكالات تصنيف كبرى ديون روسيا طويلة الأجل في الفئة التي من المحتمل ألا تكون قادرة على سداد ديونها بسبب تراكم العقوبات. وخفضت وكالة فيتش لاحقا تصنيف موسكو بشكل أكبر، مقدرة أن خطر التخلف عن سداد الديون السيادية وشيك. وكلما انخفض التصنيف الائتماني تراجعت ثقة المقرضين في الدولة وقلت قدرتها على اقتراض الأموال بفائدة معقولة. مشاهدينا الكرام، التاسعة مستمرة معكم وتتابعون فيها. بعد هجوم أربيل واشنطن تتحدث عن تعزيز لقدرات العراق الدفاعية. يقوم وزير الخارجية سامح شكري بجولة آسيوية تشمل كل من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وباكستان، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع مصر بتلك البلدان الصديقة. وخلال الجولة سوف يلتقي وزير الخارجية بنظرائه والعديد من المسؤولين بتلك الدول، كما أيضا من المرتقب أن يبحث موضوعات تغير المناخ، أخذا في الاعتبار الرئاسة المصرية المقبلة المؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27. كما سيشارك أيضا وزير الخارجية في الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقدها بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد يومي 22 و23 من شهر مارس الجاري. أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة أربيل العراقية بمجموعة من الصواريخ الباليستية والذي أسفر عن بعض الخسائر المادية. جددت مصر في بيان لوزارة الخارجية استنكارها البالغ لهذه الأعمال الخسيسة، مؤكدة وقوفها التام بجانب العراق الشقيق ودعمه فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره. عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي اجتماعا استثنائيا برئاسة قائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للبحث في الاعتداء الذي استهدف مدينة أربيل. وقد أكد المجلس أن الاعتداء بالصواريخ الذي انطلق من الأراضي الإيرانية واستهدف مدينة أربيل العراقية يعد اعتداء على مبدأ حسن الجوار بين العراق وإيران والعلاقة التاريخية التي تربط شعبي البلدين، فضلا عن كونه انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية.
هذا وقد توالت ردود الفعل الإقليمية والدولية المنددة بالهجوم على مدينة أربيل العراقية. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان إن واشنطن ستعمل على مساعدة العراق في الحصول على قدرات دفاعية صاروخية للدفاع عن نفسه. وصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد. ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين. جلسة جديدة عقدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تم خلالها استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد. واستأنف المجلس مناقشة القانون الذي تمت مناقشة بنوده خلال جلستين سابقتين ووافق عليه من حيث المبدأ وحتى المادة 40. وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات عن مشروع القانون. أقترح فيه حذف العبارة التي أضافتها اللجنة الموقرة إلى مشروع الحكومة عندما قررت في الفقرة الأولى أنه يجوز لمجلس إدارة الهيئة حل مجلس إدارة الصندوق إذا تبين أن المجلس هنا الإضافة قد ارتكب مخالفات جسيمة. الاقتراح أن يحذف هذا الذي أضيف. أقترح زيادة للرئيس أن يبقى نص الحكومة كما هو، لأنه كلمة كما تسري أحكامه هي معبرة، وكما ما يأتي بعدها يدل على أنه يشارك ما جاء قبلها في الحكم ومساوي له. أما الكلمة التي أضافتها اللجنة الموقرة لضبط الصياغة وهي فضلا عن صناديق، فهي تدل على أن ما يأتي بعدها قد لا يساوي ما سبقها في الحكم. ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة على أن تستكمل في جلسة أخرى باقي مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد الذي يهدف إلى مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين.
أجرى التلفزيون المصري لقاءات خاصة مع عدد من نواب مجلس الشيوخ حول مشروع قانون التأمين الموحد الذي يناقشه المجلس. صدد دلوقتي قانون مهم جدا اللي هو قانون التأمين الموحد. أولا لازم نعرف إن إحنا بصدد توعية الشعب المصري ما أهمية التأمين، لأنه في نقص جامد جدا في التوعية بهذا الموضوع. حضرتك عارفة جميع البلاد المتقدمة وجميع بلاد العالم المتطورة التأمين إجباري على كل شيء. أهمية قطاع التأمين هو يعتبر من أهم القطاعات الداعمة للقطاعات الاقتصادية بشكل غير مباشر، وبنلحظ ده من مبلغ صافي الاستثمارات اللي وصل له اللي بيفوق 131 مليار جنيه و466 مليون، والرقم ده حقيقي بين الارقام اللي هتكون مؤثره جدا في دعم التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في مصر. اهميه هذا المشروع ان ده مشروع بيهتم بصناعه مهمه جدا في العالم، ومصر بدات تبص لها بصه جديده انها تستفاد، لان الصناعه دي يمكن توصل قلنا حوالي 6 تريليون دولار على مستوى العالم، احنا نصيبنا فيهم ضعيف جدا، فاحنا بنحاول نطور ونريح المستثمر، نخليه نقول له تعالى اشتغل معانا في هذه الصناعه. هذا القانون احنا لو بصينا عليه او هنلاقيه انه كان منذ الثلاثينات، يعني بقالنا 4 عقود هذا القانون وعليه تعديلات كبيره جدا. النشاط التاميني نشاط مهم ونشاط اقتصادي مهم جدا، خاضع في مصر للعديد من التشريعات. من هنا جاءت فلسفه هذا القانون ان احنا عاوزين نعمل توحيد لهذه التشريعات. انطلقت فعاليات حفل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتخريج الدفعة الأولى من مبادرة كن سفيرا، وإعلان خريطة طريق التحضير لمؤتمر المناخ COP27، وذلك بحضور وزراء التخطيط والبيئة والهجرة وعدد من المحافظين. وخلال كلمتها أكدت وزيرة الهجرة على أهمية مبادرة كن سفيرا، كونها تستهدف إعداد كوادر وطنية شابة للمساهمة في التعريف بجهود الدولة في هذا الملف الهام، وكذلك بمفهوم التنمية المستدامة العادلة والشاملة. من جانبها قالت وزيرة التخطيط إن الشباب المصري هم أفضل سفراء لتوعية المجتمع المصري برؤية مصر 2030، وهذا ما تسعى إليه مبادرة كن سفيرا، والتي تخرج في دفعتها الأولى 700 شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية. عملنا طلب لقبول مجموعة من الشباب من خلال الموقع الإلكتروني، بنستقبل شباب ما بين 18 إلى 35 عاما، بنعمل له برامج تدريبية، جزء منها بيبقى إلكتروني، ثم جزء منها بيبقى عملي، ثم جزء بيبقى في مواقع العمل من خلال تقديم مشروعات تنموية تخدم المجتمع. الحقيقة استغرق التدريب سنة، دربنا في قرابة 1000 شاب، النهاردة بيتخرج 700 شاب وشابة. طبعا احنا النهاردة سعداء بالتخرج بتاع الدفعة الأولى من رواد أو سفراء التنمية المستدامة بمجهود طبعا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومعهد الحوكمة. بنكمل المشوار ده وإحنا في طريقنا COP27 بإن إحنا نضم المفهوم والبعد الخاص بالتغيرات المناخية، إيه هو الإجراءات اللي ممكن الشباب يعملها، ازاي يقدر ان هو يساهم في ده، المشروعات اللي يقدر ينفذها. مبادره كون سفيرا هي بترد على الاستعداد العالمي لمبادره المناخ اللي هنعملها، او مؤتمر المناخ COP27 اللي هنستضيفه في نوفمبر في شرم الشيخ السنه دي باذن الله، وهو الحقيقه ترجمه حقيقيه للي بتحاول تقوم بيه منظمات الامم المتحده بمختلف مؤسساتها خلال السنين اللي فاتت منذ اطلاق اهداف التنميه المستدامه، وهي تحويل اهداف التنميه المستدامه الامميه لاهداف شخصيه يقدر كل شخص على مستواه وعلى قد ممارساته اليوميه يكون عضو فاعل في تحقيق اهداف التنميه المستدامه، لان في الاخر الضرر اللي ممكن يحصل من الاستخدام الغير السيء للبيئه وللمناخ ولكل 17 هدف من اهداف التنميه المستدامه اللي بيتضر بصفه اصيله واساسيه هو الانسان. برنامج كن سفيرا يعني بعد التخرج النهارده احنا يعني فرحنا كتير قد ايه فعلا تطبيق للكلام العملي للحاجات النظرية اللي احنا درسناها في تطبيق اهداف التنمية المستدامة. بدخولي المبادرة استفدت كتير قوي من تعميق اهداف التنمية المستدامة، وازاي ان احنا نقدر نراعي التنمية المستدامة في كل مجالات حياتنا، ودي كانت حاجة انا تعلمتها بشكل كبير قوي في البرنامج. We'll be right back.
شهد عدد من مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر وممثلون عن مشروعات صحية قومية توقيع ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. ويسعى الميثاق إلى توحيد جهود العمل الأهلي لخدمة الفئات المستهدفة والعمل على التنسيق بين المؤسسات حتى يحظى كل فرد بالمجتمع بالاستفادة القصوى. أطلق رئيس جامعة بني سويف منصور حسن مبادرة القرية بقرية قنبش الحمراء والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تضمنت فعاليات المبادرة تنفيذ حملة توعية للمواطنين وكذلك تدريب حرفي للفتيات وندوة حول تمكين المرأة للقيام بأدوارها، إضافة إلى عروض ترفيهية وورش رسم وزرع عدد من الأشجار بمختلف أنحاء القرية. قمنا بالنهارده زي ما حضرتك شايف في اتجاهات مختلفه، منها حاجات توعويه بالنسبه للاطفال وبالنسبه لاولياء الامور بالمشاكل المجتمعيه المحيطه بالمحافظه. الحاجه الثانيه ورش عمل تدريب ابنائنا من المرحله الابتدائيه والاعداديه على بعض المهن الحرفيه اللي هم ممكن تساعدهم. الحاجة الثالثة زي ما احنا شفنا التوعية للأطفال بالاهتمام بالصحة واهتمام بال يعني حاجاته الشخصية كلها. نظمت دار الأوبرا احتفالات بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وقدم النجم السوري الكبير صفوان بهلوان حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة المطربين آيات فاروق، سارة سحاب، أحمد عفت وعازف الكمان عزيز المصري. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من دار الأوبرا مراسلنا أحمد الحسيني. أحمد، هل لك أن تنقل لنا الأجواء لديك؟ نعم ريهام، تحية لك. يعني أجواء من الطرب الشرقي الجميل يشهدها هنا المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. يعني دعيني أقول لك في البداية أن هناك إقبال كبير جدا من الجمهور، جمهور الأوبرا الراقي الذي كان حريصا على حضور هذا الحفل في ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال الأستاذ محمد عبد الوهاب الذي ولد في مثل هذا اليوم 13 مارس ورحل عن عالمنا في 4 مايو من عام 1991. الحفل بدأ مع عازف الكمان الفنان عزيز المصري الذي قدم باقة من أجمل ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ثم دخلت الفنانة سارة سليم وقدمت أيضا باقة من أغنيات التي قام بتلحينها الموسيقار محمد عبد الوهاب، وكان على رأسها أو أولها أغنية ست الحبايب. طبعا تمن يعني بمناسبة استقبالنا لعيد الأم في شهر مارس الحالي بمشيئة الله. بعد ذلك دخل مجموعة من المطربين منهم الفنان أحمد عفت وكذلك الفنانة آيات فاروق الذين قدموا أيضا مجموعة كبيرة جدا من أغنيات محمد عبد الوهاب سواء التي شارك في تلحينها أو التي قام أيضا بغنائها. استعدادات كبيرة أقامتها دار الأوبرا المصرية وهي قوة مصر الناعمة التي دائما حريصة على تنظيم مثل هذه الحفلات في هذه المناسبات التي تعتبر رمز للقوة الناعمة لمصر ولدار الأوبرا المصرية على مستوى عالمنا العربي. أشكرك جزيل الشكر أحمد الحسيني مراسلنا من دار الأوبرا المصرية، شكرا جزيلا لك. وما الآن مشاهدينا الكرام فنتحول من أخبار السياسة محليا وعالميا إلى أخبار الاقتصاد ونتابعها مع دينا فكري. إليك دينا. شكرا لك يا ريهام وأميمة. وأخبار المال والأعمال محليا وعالميا. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم استكمال شحن 189 ألف طن قمح
ما بين قمح روسي وروماني وأوكرانية. وأضافت الوزارة أن هذه الشحنات ستصل إلى الموانئ المصرية خلال الأيام القادمة، لافتة إلى أنه تم بالفعل وصول شحنات قمح بكمية 126 ألف طن موزعة ما بين قمح فرنسي وروماني. وأكدت الوزارة انتظام سلسلة الإمداد من الأقماح المستوردة المتعاقد عليها من المناشئ المتعددة، بما يعزز الاحتياطي الاستراتيجي من القمح. أكد وزير البترول طارق الملا أن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتحويلها من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة يمثل إضافة قوية للاقتصاد المصري، خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز المسال عالميا. وأوضح الملا أن هناك تحديات فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصاديات الكثير من الدول بما فيها مصر، الأمر الذي يتطلب وضع خطط عمل جديدة لتأمين الاحتياجات من المنتجات البترولية. تبين أداء مؤشرات البورصة المصرية بنهاية التعاملات، حيث اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للشراء فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع. وسجل رأس المال السوقي مستوى 680.3 مليار جنيه، وذلك وسط تداولات بلغت نحو 14.2 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، صعد مؤشر إيجاك 30 بنسبة 26% ليغلق عند مستوى 10480 نقطة. كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجاك 70 بنسبة 31% ليغلق عند مستوى 1842 نقطة. وهبط مؤشر إيجاك 100 بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 2783 نقطة. في أسواق المال الخليجية، غلب التراجع على أسواق الأسهم مع تراجع أسعار النفط في آخر تداولاتها عالميا. ففي السعودية تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 9%، كما هبط مؤشر البورصة البحرينية بنسبة 1%، في حين هبط مؤشر سوق الكويت بنسبة 23%. أوردت وكالة رويترز للأنباء أن أوكرانيا، وهي منتج عالمي رئيسي للمنتجات الزراعية، حظرت تصدير الأسمدة بسبب العملية الروسية في أوكرانيا. وكانت أوكرانيا قد حظرت بالفعل تصدير بعض السلع الزراعية، وقررت إصدار تراخيص لسلع التصدير الرئيسية ومنها القمح والذرة. ختام أخبار المال والأعمال، وعودة إلى أميمة وريهام، إليكما. شكرا لينا. تحل اليوم الذكرى 29 لرحيل الفنان الكبير عبد الله غيث، الذي ترك إرثا فنيا يزداد قيمة بمرور السنين. عبد الله غيث امتلك مقومات الفنان الشامل وبرع في كل الأعمال التي قدمها، سواء في المسرح أو السينما أو الدراما التلفزيونية. وأما الآن مشاهدينا الكرام، فنتوقف مع محطة أخبار الرياضة. نعود مرة أخرى إلى دينا فكري. إليك دينا. شكرا لكما. وأخبار الرياضة محليا وعالميا. فاز المصري البورسعيدي على ضيفه أوتوهو أويو الكونغولي بهدف دون رد في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. بهذا الفوز رفع المصري رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بينما توقف رصيد أوتوهو عند 4 نقاط في المركز الثالث.
تأهل طلائع الجيش إلى الدور 16 لبطولة كأس مصر بعد فوزه على حلوان العام بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور 32 من المسابقة، كما بلغ البنك الأهلي الدور الثمن النهائي بعد فوزه على أسوان بهدف نظيف، بينما صعد إسترن كومباني إلى الدور ذاته بعد تغلبه على غزل المحلة بركلات الترجيح، وذلك بعد نهاية المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله. تغلب أرسنال على ضيفه ليستر سيتي بهدفين نظيفين في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي. بهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 51 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر. ختم أخبار الرياضة وعودة مرة أخرى إلى أميمة وريهام، إليكما. شكرا زينة. على طاولة عرضها 8 أمتار وبشكل فني بديع وضع طنان من الفاكهة والخضروات في حديقة بإحدى المقاطعات في تايلاند. تلك المأدوبة من الفواكه والخضروات الطازجة أقيمت من أجل 57 فيلا للاحتفال بيوم الفيل، ويقام يوم الفيل في 13 مارس من كل عام للاحتفال بالفيلة كمصدر للفخر الوطني والهوية الثقافية لتايلاند طوال تاريخها. وعادة ما يتم الاحتفال بهذا اليوم في أجزاء مختلفة من تايلاند، لكن وباء كورونا وتبعاته الاقتصادية جعلت احتفالات هذا العام قليلة بعض الشيء. وأما الآن مشاهدينا الكرام فنتعرف معا على أحوال الطقس في مصر وفي أرجاء العالم كله من خلال النشرة الاقتصادية. نعود مرة أخرى جوية. إلى دينا. إليك دينا. شكرا لكم وأخبار الطقس محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. وهذه درجة الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات. نبدأ بالقاهرة 16-9، الإسكندرية 15-9، مطروح 15-10، بورسعيد 15-10، الإسماعيلية 16-8، السويس 17-9، العريش 15-8، طابة 20-13، شرم الشيخ 21-13، الغرداقة 20-12، الأقصر 22-11، أسوان 23-11، الوادي الجديد 22-10، شلاتين 23-13، وحلايب 25-14. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. وهذه هي لقطة هذا اليوم.
مشاهدينا الكرام، كان هذا ما لدينا من أخبار في نشرة أخبار التاسعة، والآن إلى العناوين. توجيهات رئاسية باستكمال مستهدفات مشروع مستقبل مصر لتعزيز منظومة التصنيع الزراعي وزيادة نسبة الأراضي الزراعية. مدبولي يؤكد حرص الحكومة على توفير السلع الغذائية قبيل حلول شهر رمضان المعظم بالكميات المطلوبة وبأسعار مناسبة للمواطنين. روسيا تعلن قتل مرتزقة أجانب بضربات في أوكرانيا وتكشف عن محادثات مع كييف غدا. إذن مشاهدينا الكرام، التاسعة انتهت. التاسعة انتهت، ولكن برنامج التاسعة لازال يتواصل مع يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. مساء النور يا ريهام، ازيك يا أميمة، عاملين ايه؟ كله تمام؟ تمام. كل سنة وانتم طيبين مقدما طيب. بمناسبة شهر رمضان طيب. ان شاء الله خير يا رب. اشكركم جدا إن شاء الله. واستأذنكم نبدأ فقراتنا.